السلام عليكم مشاهدينا في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج مع الناس. هنبدأ حلقة الليلة بفقرة مقصد آية اللي بنتعرف فيها على معنى وتفسير آية من القرآن الكريم. والليلة حديثنا هيدور عن الآية 199 من سورة الأعراف. نسمع الآية ونرجع لحضراتكم مرة تانية. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. خلونا نفهم معنى الآية وتفسيرها من فضيلة الدكتور عبد الشافي الشيخ، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذة زينب والسادة المتابعين والمستمعين والمشاهدين في كل مكان، والسنة والشعب المصري والإنسانية كلها بخير يا رب وسلام وأمن يا رب العالمين. وحضرتك طيب وبألف خير وصحة وستر دايما، اللهم أمين. عاوزين نفهم من فضيلتك معنى الآية الكريمة وتفسيرها إيه؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله. القرآن الكريم عشان نفهمه صح لابد أن ندرك أنه كتاب بناء للفرد والمجتمع، يعني هو إذا سمح لي التعبير إن احنا نقول هو الكتالوج اللي منزله ربنا سبحانه وتعالى عشان نسير في الدنيا سيرا حسنا، فنسعد بسعادة الدنيا ونسعد بسعادة الآخرة. كتاب تربية، هذه الآية وإن كانت خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا إحنا عندنا قاعدة في التفسير بتقول أن كل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب للأمة ما لم يرد تخصيص بالنبي، زي مثلا وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي خالصة لك من دون المؤمنين، ده حكم خاص بسيدنا رسول الله. لكن لما ربنا يقول لسيدنا النبي خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذا وإن كان ظاهر الآية أنه خطاب لسيدنا رسول الله، لا، ده هو خطاب يهمس به القرآن الكريم في أذن كل عبد لله تبارك وتعالى. وهذه الآية كما يسميها العلماء فيها جوامع الأخلاق. صحيح. تعرف حضرتك ما فيش مجتمع يبنى إلا بالأخلاق، يعني اعطيه ما شئت من ادوات السياسه وادوات الاقتصاد وادوات الصناعه وادوات التقدم، كل ده كويس واحنا معترفين به، لكن ان لم يكن للامه جناح اخر وركن اخر وعمود اخر هو عمود الاخلاق ستنهار. يعني الايه جمعت مكارم الاخلاق اللي لازم نتعلمها ولازم نطبقها في حياتنا، بس ازاي نطبقها في حياتنا يا دكتور؟ هي الامر واضح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما نعرف يعني لما نعرف مغزى الايه او تفسير الايه قد يسهل علينا ازاي نطبقها. هو ربنا بيقول خذ العفو، اول ما يلفت النظر ان المفروض ربنا او في غير القران الكريم يقول اعطي العفو. اولا العفو هو التسامح، ماشي، العفو هو الزياده، ماشي، يسالونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو هو ما جاء دون تركيز او دون يعني تعمق او اغال، كل دي يعني معاني لكلمه العفو. لكن اللي يلفت النظر في الايه ان ربنا يقول خذ العفو، ما قالش اعطي العفو. لابد ان نفهم اوامر الله عز وجل وتكاليف ربنا سبحانه وتعالى ان هي لصالحنا يا استاذه زينب. يعني ما حدش يفتكر ان ربنا لما يامرنا بالصلاه، يامرنا بالزكاه، يامرنا بحسن الاخلاق، يامرنا بعدم الكذب، ده مردوده عليك انت. ده مردوده على الشخص قبل ان يكون مردوده على المجتمع او على من يقابلني. فشوف ربنا بيقول ايه، خذ العفو، يعني تعامل مع الناس بهذه العفويه، بلاش يا جماعه نتلكك على اصحابنا، بلاش نتلكك على حبايبنا. من اشتهى صاحبا دون عيب عاش وحيدا، واللي هيقعد يستنى مراته ما تغلطش فيه هينكد على نفسه، واللي تقعد مستنيه جوزها ما يغلطش في معاملته معها هتقعد برضه منكده على نفسها. ليه يا جماعه نركز قوي في المعاملات؟ احنا بشر، لابد ان ندرك ولابد ان نعامل الناس على ان احنا بشر، لسنا الهه ولسنا معصومين ولسنا ملائكه. فشوف ربنا بيقول ايه، خذ العفو، خذ العفو يعني اعفو على الناس. هقول لحضرتك على حاجه يا استاذ، انت بتقولي ازاي نطبق الحاجات دي؟ صح، يعني هي معاني لو انا استشعرت ان انا زي ما بعامل الناس ربنا سبحانه وتعالى سيعاملني، ده لوحده ناجح ان يخليني ان انا اتغاضى عن حاجات كتير جدا. صح، احنا بس لو طبقنا بس الجملتين اللي حضرتك قلتهم يا دكتور اكيد حالنا هيتغير وهيتبدل لاحسن مليون مره. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على مداخلتك معانا. نروح لخبر تاني من وزاره الاوقاف اللي اعلنت عقد الندوه الشهريه الكبرى
بمديرية أوقاف القاهرة بالتعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بعنوان مخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات. هتقام الندوة بمسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمدينة نصر بكرة الخميس بعد صلاة العشاء مباشرة. هيحاضر فيها عدد من كبار العلماء بالأوقاف والأزهر الشريف، وكمان في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي، هتقام يوم السبت القادم بعد صلاة العشاء ندوات الإفتاء والتثقيف الفقهي. عدد الندوات دي 48 ندوة تحت عنوان قاعدة لا ينكر تغير الفتوى بتغير الزمن، ويتم عرض نماذج من تطبيقاتها في حياتنا اليومية. نروح لخبر تاني خاص بكبار السن، أهالينا الكرام اللي كبروا في السن وتخطوا سن 60 و70، واجب علينا إننا نرد ليهم الجميل ونوفر لهم ونعملهم معاملة خاصة احتراما ليهم ولسنهم ولمكانتهم. وبالمناسبة دي أكدت الهيئة القومية للأنفاق صدور توجيهات بعدم فرض رسوم ركاب المترو لكبار السن فوق سن 70 سنة، والسماح ليهم بالركوب مجانا بكل الخطوط وأي مرحلة، مجرد بس إن حضرتك أو حضرتك هتظهروا بطاقة الرقم القومي. والحقيقة ده بيأتي في إطار اهتمام الدولة بكبار السن وتعزيز الاهتمام ببرامج رعايتهم ووضع معايير لجودة الخدمات المقدمة ليهم. وتم التوجيه بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لدعم صندوق كبار السن المقرر إنشاؤه بعد إقرار البرلمان لقانون حقوق المسنين. طبعا ده جهد مشكور وواجب علينا جميعا، كما جاء في الحديث الشريف ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. هستأذن حضراتكم مشاهدينا الكرام، هنطلع فاصل سريع ونرجع نستقبل ضيف حلقة الليلة الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، وحديث مهم جدا عن الوسواس القهري بين الطب النفسي والدين. خليكم معانا. بسم الله الرحمن. برحب بحضراتكم مرة تانية، وفي حلقة الليلة هنناقش موضوع في غاية الأهمية، لأننا هنتكلم عن مرض موجود في المجتمع وبيصيب الأطفال والكبار، وللأسف ناس كتير بتشخصه غلط وبتتعامل مع المصاب بيه بطريقة خطأ، وهو مرض الوسواس القهري اللي ما زلنا إلى الآن بنفتقد ثقافة الذهاب إلى الطبيب النفسي زي أي طبيب متخصص في الأمراض التانية. وللأسف بنلاقي الناس بتتعامل مع المرض النفسي أو الوسواس القهري على إنه بعد عن ربنا وتعاليم الدين، أو ناس تدخل في طريق الدجل والشعوذة، وهم في الأساس أبعد ما يكون عن كل الحاجات دي. هو مرض ومحتاج طبيب متخصص يعالجه، بس دورنا نفهم ايه هو المرض ده وايه اعراضه وطرق علاجه، ونفهم كمان العلاقه بين الطب النفسي او المريض النفسي واحكام الشريعه الاسلاميه زي احكام الصلاه واحكام الصوم واحكام الحج وغيرها كتير. هل بتسقط عن المريض النفسي ولا بيكون حاله خاصه ليها حكم شرعي خاص؟ كل ده واكتر هنناقشه في حلقه الليله مع ضيفنا الكريم اللي منورنا في الاستوديو الاستاذ الدكتور محمد المهدي استاذ الطب النفسي بجامعه الازهر. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا بيكي. ان شاء الله هيكون معانا كمان عبر زوم بعد شويه صغيرين فضيله الدكتور محمد عبد السميع امين الفتوى بدار الافتاء المصريه بعد شويه صغيرين ان شاء الله. دكتور محمد اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك. في البدايه السؤال الطبيعي اللي بنبدا بيه، يعني اي حاجه متعلقه بالطب النفسي، هل الطب النفسي زيه زي اي مرض عضوي محتاج ان انا اروح للدكتور اكشف واشخص والدكتور كمان يديني علاج؟ يعني هو السؤال ده مهم جدا لانه عامل ازمه كبيره، لانه في ناس كتير عندها حاجز بيمنعها انها تروح للطبيب النفسي، وفكرتهم انه الطب النفسي ده للمجانين وانه العلاجات النفسيه دي مخدرات وانها الناس بتاخدها علشان تنام وخلاص، وانه ما فيش حد بيخف من المرض النفسي، وانه الطبيب النفسي زي المريض النفسي مجنون هو كمان، وانه المستشفى اسمها مستشفى المجانين. كل دي افكار فعلا وصور نمطيه في اذهان الناس، ودي بتمنع الناس انها تستفيد من هذا الفرع المهم جدا من فروع الطب. صحيح. لانه المرض النفسي زي كل الامراض، وبيبقى ناتج اغلب الامراض النفسيه بيبقى فيه خلل في كيمياء المخ او خلل في نشاط المخ او في فسيولوجيه المخ، ومحتاج علاج زي السكر والضغط والروماتويد
والذبحه الصدريه وكل الامراض. يعني الموضوع خطير، يعني الموضوع مش مجرد رفاهيه روح للدكتور النفسي. مش شويه زعل، مش ان واحد زعلان او واحد مزاجه وحش او واحد ما بينامش بالليل حصلت مشكله مثلا فيقول لك روح للدكتور النفسي هو يلاقي لك امراض وليها علاج، والعلاجات بقت نوعيه جدا ومخصصه لكل مرض، والابحاث كل يوم بتطلع جديد. يعني تخصص الطب النفسي وعلاج الامراض النفسيه هو من اسرع التخصصات الطبية نموا وتطورا في العالم كله. صحيح. طب بعض الأمراض دايما لما نروح لدكتور وفي مرض معين يا دكتور محمد يقولك إيه أهم حاجة العامل النفسي للمريض، يعني في عامل نفسي مهم بس في أمراض تانية، ليه لحد دلوقتي بنلاقي مشكلة في أننا نروح لعيادة طبيب نفسي، نفضل نفكر ونفضل ناخد القرار ولا ونتردد؟ مرضى كتير بيقول العيادة يقول يا دكتور انا بقى 4 سنين اجي لحد العياده وارجع الف حوالين المكان اللي فيه العياده وارجع من كتر خوفه. وناس كتير يجوا حتى يكتبوا اسم تاني غير اسمهم، او يجوا لابسين ومتخفيين، فدي بنسميها وصمه المرض النفسي، وصمه المريض النفسي، والعالم كله بيحاربها. واحنا في مصر يعني اتعملت حملات كتير لمحاربه الوصمه دي، لانها خطيره، لانه المشكله في المرض النفسي انه لما ما بيتعالجش بدري يتحول لمرض مزمن، وده يمكن اللي خلى سمعه المرض النفسي انه مرض مزمن لا يشفى. هو على فكره الامراض النفسيه من اكثر الامراض القابليه للشفاء في فروع الطب، ودي يمكن يعني حاجه الناس ما تعرفهاش. حاجه جميله. انما ايه اللي بيخلي حالات تتحول لحالات مزمنه؟ انه بيجينا بعد 4 سنين 5 سنين 6 ساعات 10 سنين، وساعات ما يجيش خالص. في حاجة كمان تانية في الثقافة عندنا، انه الناس بتربط ما بين المرض النفسي وتلبس الجن، او يعزو بقى الامراض النفسية الى الحاجات تانية، يعني السحر ده محسود، ده كذا ده كذا ده كذا. طبعا السحر والحسد والجن من المعلوم من الدين بالضرورة، يعني ذكر في القرآن والسنة، انما الناس بتعزو الامراض للحاجات دي. فبيعمل ايه؟ بيقوم رايح بقى لحد يطلع الجن اللي متلبسه، او يفك له عمل معمول اكتر، وماشي في طريق غلط، فالنتيجه اكيد تبقى غلط، ويفضل بقى في كده، والمريض بيتدهور. وللاسف الشديد لما بيروحوا للناس المشعوذين او الدجالين او الناس اللي هم الغير متخصصين، بيبداوا يعملوا ايحاءات سلبيه على المريض، والمريض يشعر بانه فيه قوه شيطانية أو قوة غيبية سحرية بتحاربه. فتخيلي مريض ضعيف والمرض مأثر عليه جدا، فتخيل أنه كل قوة الجن ضده، وأنه في حاجات سحرية وقوة أسطورية جواه ولبساه ومتلبساه، فده بيأخر كتير قوي من عملية الشفاء. طيب الثقافة دي هل هي جاية من الأفلام؟ نشوف أفلام بتصور لنا الطبيب النفسي بشكل معين، العلاج بشكل معين، بعض الأمراض بشكل معين، هل ده سبب برضو في الثقافة اللي احنا فيها دي يا دكتور؟ ولا احنا محتاجين جرعة أكبر عشان نفهم قيمة وقد إيه الدكتور النفسي والطبيب النفسي ليه دور مهم جدا زي بقية الأمراض حيك قلتها؟ ده صحيح. يعني يمكن في مسلسلات وأفلام كانت لعبت دور سلبي، كان بيجيبوا فيها المريض النفسي بيعمل حركات غريبة وبيتصرف بشكل هزلي أو ساخر أو أي حاجة من دي، ويجيبوا حتى الطبيب النفسي برضو مجنون أو بيتصرف بطريقة مش طبيعية، بيتكلم كلام مش طبيعي مش موزون. والمستشفيات النفسية جابوها برضو بشكل كان سلبي جداً. بعض العلاجات زي العلاجات تنظيم إيقاع المخ اللي هي بيسموها العلاج بالصدمات الكهربائية، جابوها بطريقة برضو بشعة جدا، ما هيش كده خالص في المستشفيات، ودي على فكرة من العلاجات المؤثرة جدا وفي العالم كله بيستخدمها، ومفيش فيها الشكل اللي هم جابوه في الأفلام ده. ما عرفش بيجيبوا الحاجات دي منين، ولا المستشفيات بالشكل ده، ولا المرضى بالشكل ده، ولا الدكاترة بالشكل ده. يعني اللي بيعمل الأعمال الدرامية بيعملها من خياله أو من تصوراته عما يمكن أن يكون، لكن ما فيش خالص علاقة ما بين ده والواقع خالص. طب لو اتكلمنا بقى في موضوع حلقتنا النهاردة يا دكتور، وإيه هو أنا عايز أستثني بس من ده بعض الأعمال اللي كانت رائعة
يعني اتعمل مثلا مسلسل اسمه تحت السيطرة عن الإدمان ومشاكل الإدمان، ده كان رائع. ليه؟ استعانوا بأطباء من التخصص وبمعالجين للإدمان. كان حقيقي. طيب مسلسل ما أعرفش حضرتك شفتيه ولا لأ؟ أيوة. هايل هايل بصراحة، وكان له رسالة قوية جدا، وعرفت الناس يعني إيه إدمان، يعني إيه إن الإدمان ده مرض وإنه بيتعالج وفي وسائل علاجية بتتعمل للمرضى وحاجات، يعني أعطت صورة جيدة جدا للمرض. جميل. الأستاذ القهري إيه هو بقى يا دكتور محمد؟ الوسواس القهري ده حكاية، لأنه أول ما بتقال كلمة وسواس على طول الناس ذهنها بيروح لوسواسة الشيطان، وإنه مجرد إنه ما يجي الوسواس ده الواحد يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فيقوم الوسواس يروح. وللأسف الشديد الفكرة دي مش بس عند عموم الناس أو عند البسطاء من الناس، لا، يعني أنا يعني في خلال الأيام اللي فاتت دي لما عرفت أن أنا جاي هنا ففتحت أشوف يعني الفقهاء أو العلماء أو حاجة يعني شايفين الوسواس القهري إزاي، فلقيت أنه نسبة كبيرة منهم بيتكلموا عن وسواسة الشيطان أو وسواسة النفس. عدد قليل بس موجود بيتكلموا عنه كمرض، عارفين انه ده مرض وانه ده مختلف. ففي الاول لازم نفرق ما بين الوسواس القهري ووسواسة الشيطان ووسواسة النفس. احنا عاوزين الوسواس القهري كمصطلح طبي، كمرض كمصطلح طبي. الوسواس القهري ده معناه ايه؟ معناه انه المريض بيجيله وساوس او قهورات، يعني يعمل افعال قهرية. ناخد الوساوس الأول. الوساوس دي تيجي أفكار أو صور أو حفزات ملحة جدا، يعني تدخل دماغه كده غصب عنه والفكرة يبقى مش قادر يخلص منها، بتلح مهما عمل مش قادر يخلص منها، لازم يعملها. بتدور جواه، بتدور جواه، فيفضل يحاول يتخلص منها مش قادر، والفكرة تبقى غير منطقية. يعني مثلا إيه؟ تجي له فكرة ان هو يشتم شيء مقدس مثلا، هو بقى شخص متدين وملتزم، ما يتصورش انه يشتم احد المقدسات يعني اللي في حياتنا، فيقول لا لازم تشتم، اشتم اشتم اشتم، طب مش عايز اشتم لا اشتم اشتم، فيتعذب من الفكرة. او تجي له صورة معينة، يعني مثلا بعض الموسوسين يقولك ايه، أول ما أدخل في الصلاة تجيلي صور إباحية قدام عينيا طول ما أنا في الصلاة، فبيبقى متعذب، أنا في حاجة مقدسة وحاجة عظيمة جدا، تيجي الصور دي في ذهني حاول تردها مش قادر. مثلا يبقى قاعد كده ويجيله فكرة إن هو يعمل حاجة خطر أو حاجة صعبة. يمكن الحاجة القريبة شوية، الأم اللي واقفة في المطبخ وماسكة السكينة وبتقشر بطاطس أو بصل أو ما أعرفش شو كلام منه، وابنها الصغير بيلف كده حواليه، فتجيلها الفكرة الوسواسية اتبحي ابنك بالسكينة، تتخط وتخاف، ابني ده أعز حاجة وأنا عندي غيره، إزاي اتبحي ابني؟ أو واقفة وشايلة بنتها واقفة في البلكونة بتبص، فيجيلها الوسواس أو هنا بتسميه الحافز. أو والوسواس ده إيه يا دكتور؟ ده صوت؟ لا، فكرة. دي أفكار؟ فكرة فكرة؟ فكرة بس أفكار سلبية كلها؟ أفكار سلبية، ودايماً المريض أو في أغلب الحالات المريض عارف أنها فكرة غير منطقية وفكرة ضد مبادئه وضد دينه وضد يعني توجهاته وضد كل حاجة، فيبقى منزعج جداً منها بس بتلح 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 عليه. طيب لو جات فكرة في حاجة دينية، يعني مثلاً ساعات بيجي الموسوسين سب في الذات الإلهية وناس متدينين جدا، فتجيله الفكرة تسب ازاي يسب في ذات الإلهية، او يجي كل ما بيجي يقرأ في المصحف كل ما يجي لفظ الجلالة يجي في دماغه صورة وحشة جدا سيئة، وازاي يبقى هيتجنن، يعني يجي يا دكتور يعني ما يجيليش الابتلاء الا في حاجة زي دي، ده انا يعني اهم حاجة عندي دي. ده سماها ابتلاء كمان، ما سماهاش وسواس قهري. طيب بيستغفر، يستغفر تزيد،
يستغفر تزيد. وده اللي انا سمعته في 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 الفتاوى على على اليوتيوب وكده، كتير منهم بيقولوا للناس اللي بيسالوهم استغفر ربنا وهي يعني هتروح على تستغفر. احنا هنيجي للنقطه دي بالتفصيل يا دكتور، بس اوقات بنلاقي نفسنا ارجع بس عشان تكمل الصوره دي الوساوس. طب القهورات ايه بقى؟ القهورات ان هو يعمل فعل قهري وهو عارف انه مش مطلوب. يعني حد بيجي يتوضى، كل ما يعمل يعني ركن من اركان الوضوء فيقول لا ده ما اتعملش كويس، يرجع يعيد تاني. انت فاكره بقى ان مثلا ده هيعيد مرتين ثلاثه؟ لا، ده في ناس بتقعد تعيد من الظهر لحد العشاء ويفوت كذا فرد. طيب احد المريضات دخلت علشان يعني تغتسل، قعدت 3 ايام جوه الحمام مش عارفه تخرج. يعني 3 ايام مش عارفه تخرج ليه بقى؟ بتغسل الحنفيه وتغسل الحوض وتغسل البانيو وتغسل الجدران وتغسل السقف، وبعدين تاخد تغتسل فتحس ان في ميه ترطشت عليه. هي دي الشخصيه الموسوسه يا دكتور محمد؟ لا، الشخصيه حاجه تانية. طب احنا نقف عن دي، لان كتير بيقول ده شخص موسوس عنده بقى وسواس نظافه، عنده وسواس مذاكره، عنده وسمات الشخصيه الوسواسيه حاجه تانية. طيب استاذن حضرتك نخرج الى فاصل سريع ونرجع نكمل مره تانية مع حضراتكم في هذا الموضوع المهم جدا، الوسواس القهري. مرحبا بحضراتكم مره تانية، وقبل الفاصل كنت بسال الدكتور محمد هل الشخصيه الموسوسه العاديه، يعني انا نسيت فيشه المكوى فنزلت قفلت الباب ونزلت اطلع اتاكد، بعد كده انزل اطلع اتاكد، وهكذا الغاز بقى باب البلكونه وما الى ذلك، هل الشخصيه دي هي الشخصيه اللي حضرتك بتوصفها بالوسواس القهري؟ حضرتك قلت لا، دي شخصيه، دي حاجه تانية. ففي حاجه اسمها وسواس قهري، مرض اضطراب الوسواس القهري اللي احنا بنتكلم عليه. تمام. ده الـ الافعال القهريه اللي بيمارسها المريض على الاقل بتاخد من يومه ساعه على الاقل كل يوم، ممكن اكتر بكتير بس ساعه على الاقل في ممارسه الطقوس الوسواسيه. فبالتالي لما يكون حد بيروح يتاكد مره ولا حاجه، ده ما بنعتبروش وسواس قهري، لانه في حاجه اسمها كمان بقى ايه، نمط الشخصيه الوسواسيه. نمط الشخصيه الوسواسيه ده بيبقى ازاي؟ انه الشخص بيحب يدقق في الحاجه كويس، بيحب يعمل الحاجه مظبوط، بيهتم بالتفاصيل. في لو داخل قاعد على المكتب او رايح يذاكر او يعمل حاجه على المكتب، يرتب المكتب كويس جدا. يهندم في لبسه كويس، الاوضه لازم تترتب بطريقه كويسه ومحدش ينعكشها ومحدش، فبيهتم بالنظافه قوي، بيهتم بالنظام، بيهتم بالتفاصيل، بالدقه، بالاتقان، لكن مش واصل لدرجه الاضطراب. يعني بيمارس حياته بس ايه، يقولوا نمكي شويه او بيدقق شويه. ودي على فكره بتبقى عند ناس بيحققوا نجاح بيها كويس، العلماء كده والباحثين كده والمحققين كده اللي بيعملوا حاجه، مراجعين الحسابات كده ما يفوتوش شرده ولا ورده. المهندس الشاطر يدخل ويشوف الديفوهات ويصلح دي ويوضب دي لانه عنده دقه في الملاحظه. ده اسمه نمط الشخصيه الوسواسي، ده ما فيش مشكله. هو بس الحمد لله الناس اللي هو عايش وياهم بيبقوا ايه، بيبقوا متضايقين منه شويه لانه ايه، بيدقق كتير في كل حاجه ما بيعديش حاجه. في بقى اضطراب الشخصيه الوسواسيه بيعمل الحاجات دي بس ايه، بيعملها بشكل عنيد وشكل مزعج للي حواليه. يعني لو حط حاجه على المكتب وحد حركها سنه ممكن يتخانق ويتنرفز ويزعق ويتخانق عشان يغسل، يعني يغسل بيدقق او في الغسيل، عشان يلبس يدقق او في اللبس. اي حاجه بيعملها لازم يقعد يدخل في التفاصيل الشديده بتاعتها وما يتنازلش عن اي حاجه. ده بيبقى اضطراب لما الناس تعاني منه وهو يعاني انه الحكايه دي برضو بتضايقه والناس اللي حواليه بتتضايق منه، بقى اضطراب لانه عمل مشكله. طيب اضطراب الوسواس القهري ده مرض بقى، مرض يعيد مثلا الوضوء مرات كتيره جدا، عايز يدخل في النيه في الصلاه يقعد يمكن ساعه ولا نص ساعه، وساعات في ناس بيقعدوا بالثلاث ساعات وبتجيلنا اسئله كتير عشان يقدر يدخل في النيه، وبعدين يجي يقرا الفاتحه يقول ما قريتش الكلمه دي كويس، ما قريتش الحرف ده كويس، انا صليت 3 ولا 4، ويقعد يعيد ويخرج من الصلاه، ولو دخل يستنجى يقعد يستنجى، يقعد في الحمام ساعه ولا ساعتين ولا 3، ولو اتوضى يقول لك ما انا خلاص انا الوضوء اتنقض، ده خرج مني ريح، ده نزل مني ميه. صح. طب بالنسبه بقى للحاجات المتعلقه بالدين والصلاه والوضوء، معانا دلوقتي عبر زوم دكتور محمد عبد السميع.
امين الفتوى بدار الافتاء المصريه. اهلا وسهلا بحضرتك يا مولانا. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذه زينب وباستاذنا الدكتور محمد المهدي، ربنا يبارك فيه وينفع بيه. اكيد حضرتك سمعنا من بدايه الحلقه وبنتكلم عن الوسواس القهري، ويعني بنشوف ناس كتيره خاصه يعني كمان الاسئله اللي بتجينا، عندي وسواس قهري في الوضوء، بتوضى اكتر من مره، في ريح بيخرج مني، في نقط كده من البول، اسئله كتير، وبصلي اكتر من ركعه، انا ما اعرفش انا سلمت ولا لا، ما اعرفش انا قريت، ويفضل في هذه الدايره ما بيخرجش منها. عايزه من حضرتك تكلمنا عن خوف الناس من اللي هم يتكلموا عن مشاكلهم النفسيه او ان هم يروحوا لطبيب نفسي، وبالتالي بتزداد حالتهم سوءا، هل ده بيعتبر يا دكتور محمد من باب الاهمال في النفس، يقسموا عليه يعني عليهم ذنب؟ طيب بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله واله وصحبه ومن والاه. طبعا انا سامع الحلقه من اولها ومستمتع بالاستفاضه والشرح اللي بيتفضل بيه استاذنا الدكتور محمد المهدي، وانا الحقيقه مش اول مره اسمعه، وخصوصا في الكلام عن الوسواس القهري، لان هو تكرم وتفضل وعمل لنا اكثر من محاضره في دار الافتاء المصريه وفي غيرها من مؤسسات الدينيه، وانا متابع جيد له. والحقيقه انا ممكن اقول ان الوسواس القهري هو مرض العصر، لانه انتشر انتشارا كبيرا جدا، واسباب انتشاره دي بقى بحث كبير ممكن استاذنا الدكتور محمد يفيدنا بيه ويعلمنا اياه. لكن احنا في دار الافتاء بننادي دائما بانه المرض النفسي ليس وصمه، وانه مرض كسائر الامراض، وانه زي ما عندنا امراض مزمنه وزي السكر زي الضغط زي امراض كثيره من الامراض المزمنه وبناخد لها دواء باستمرار، ينبغي أن يكون المرض النفسي كذلك. هناك أمراض مزمنة في الأمراض النفسية، وأبرز هذا الأبرز مثال على ذلك مرض الوسواس القهري. طبعا إحنا بيجي لنا أسئلة كثيرة جدا في مسألة الوسواس القهري، سواء على الهواتف أو التليفونات أو حتى بالشكل المباشر. والحقيقة سؤال الوسواس القهري وسائل الوسواس القهري من أصعب الأسئلة اللي بتواجهنا، من حيثية أنه إحنا بنبقى محتارين مشفقين على الشخص اللي عنده هذا المرض، ونكرر الإجابة له مرات عدة، وهو يستعدنا مرة واثنين وثلاثة، وإحنا في منتهى الشفقة عليه. ولكن يمكن القول بأنه نسبة كبيرة جدا من علاج الوسواس القهري تكمن في المجهود الذي يقوم به الأطباء النفسيين. لو حبينا نقول نسبة علاج الوسواس القهري بالنسبة للأطباء النفسيين والعلماء الفقهاء المفتين، أظن تبقى نسبة 70-30. ده كلام يعني جميل جدا دكتور محمد، لأن في ناس بتسيب الدكتور النفسي وبتروح لطرق خاطئة زي الدجل والشعوذة والسحر، يقولك ده ابني ممسوس، دي بنت عليها سحر أو جن، فيبدأ يروح للطرق دي، هي طبعا طرق خاطئة 100%، فيقول لك ايه، او كمان بعيد عن ربنا، يعني بيربطوا برضو حاله الحاله النفسيه او الوسواس القهري بان هو بعيد عن ربنا وسايب الصلاه وسايب الذكر. يعني لو حضرتك سمحتي لي ازيد حضرتك من الشعر بيتا، كتير من امراض من مرضى الوسواس القهري لما بنقول لهم يا جماعه ده اضطراب ماده في المخ، زي ما مولانا الدكتور محمد بيقول من شويه، زي ما استاذنا الدكتور محمد بيقول من شويه ماده السيلاتونين، فيقوم السائل يقول لا ده مش اضطراب، دي حيطه، ده حذر، ده اكثر، ده انا دلوقتي عندي احتياط في ديني، ده انا بتوضا واكرر الوضوء 10 مرات عشان اتاكد من صحه وضوئي. اذا فعلا هو خلل في كيمياء المخ زي ما الاستاذنا الدكتور بيقول، والعلاج بتاعه الدور الاكبر فيه يكمن على الدكتور النفسي والطبيب النفسي. طبعا هناك دور كبير ايضا يقع على عاتق العلماء والمشايخ والفقهاء والمفتون، اكيد، ولكن الدور الاكبر بيقع على عاتق الاساتذه. طب بالنسبه للصلاه يا دكتور محمد، هل بتقع عليه الصلاه، يعني بتسقط عنه الصلاه اللي هو خلاص هو وصل لمرحله من الوسواس القهري بشكل مرضي وبيتعالج؟ لا يا فندم، لا يا فندم، ما بتسقطش عنه الصلاه ولا حاجه، لا تسقط. لكن احنا اللي بيحصل ان احنا بنبدا ننتهج منهج مختلف في الفتوى مع مريض الوسواس. فمريض الوسواس اللي عنده وسواس في الطلاق، احنا بنقول له كده بصريح العبارة، انت لا يقع لك طلاق الا اذا قمت بعمل قسيم الطلاق عند المأذون عشان يستريح ويطمئن، بناء على انه الشرع تخفف مع هؤلاء المرضى، وبناء على انه ربنا سبحانه وتعالى رفع الحرج في الدين، قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج.
مريض الوسواس القهري اللي بيجي لي بيقول لي انا بتشكك في كل ركعه باديها، بقول له لما تشك يبقى انت على طول تبني على الاكثر. يعني لما يجي لك الوسواس انت بتصلي الركعه الثالثه ولا الرابعه، تبقى الرابعه وخلاص تسلم وتخلص. ما يجي لك وسواس بعد ما تسلم تقول ده انا كنت بصلي ثلاث ركعات بس تقريبا انا صليت ركعتين، لا يبقى انت صليت الثلاث ركعات. وهذا مذهب الساده المالكيه وبه نفتي. ونبحث في اقوال الفقهاء المعتبرين عن عن الوجوه الفقهيه التي تتلطف وتخفف عن ابنائنا واحبابنا من مرضى الوسواس القهري ونفتيهم بها. وعندنا حلول كثيره جدا لمرضى الوسواس بحسب نوع الوسواس، لكن دائما ننصح مريض الوسواس بان يتوجه الى الطبيب النفسي، لان دور الطبيب النفسي اكبر بكثير في العلاج من دور المفتي والفقيه. طب زي ما حضرتك قلت كده يا دكتور محمد، في بعض الناس وحضرتك بتقول لهم لازم طبيب مش بيروح للطبيب، هل كده هو قاسم شرعي؟ يعني قاسم او عليه ذنب؟ انا ما اقدرش اقول في هذه المساله انه قاسم، لانه احنا بنتبنى في دار الافتاء ان التداوي مستحب، وهذا راي جمهور الفقهاء. جمهور الفقهاء على انه التداوي مستحب، فالمريض الذي لا يذهب الى الطبيب لا يقع في دائره الاثم، لكنه هو سيزيد مرضه وسيستعصي المرض، وربما ادى مرض الوسواس القهري حينما يهمل ولا يعالج يؤدي الى اكتئاب، واحيانا يؤدي الى فصام. واستاذنا الدكتور محمد يعني هو يفيدنا وهو فارس هذا الميدان، انه ربما بعض الامراض النفسيه بتتحول وتتطور الى امراض نفسيه اخطر. وطبعا اللي عنده وسواس قهري وبقى عنده هلاوس سمعيه وهلاوس بصريه، فبعد ذلك ربما تزداد هذه الحاله فيجي له حالات كثيره جدا في الصعوبه. فاحنا بنبقى حريصين على ان نوجه المستفتي لهذا ونبين له انه ينبغي عليه ان يسارع خلي بالك الى الطبيب. صحيح. طب دكتور محمد في اي مداخله للدكتور محمد عبد السميع؟ سعدنا جدا بالكلام الجميل ده دكتور محمد، والله ربنا يبارك فيك. ويعني انا بيسعدني انه دار الافتاء بيستعينوا في كل المجالات بالمتخصصين في كل المجالات، وبيستدعوا اي متخصص في مجال علشان تبقى الفتوى نوعية. مظبوط. وده الحقيقة شيء يعني حالة علم راسخ وعميق واستنارة رائعة واستفادة من كل العلوم والخبرات في المجتمع، بحيث بتطلع الفتوى فعلا يعني في محلها. أنا بشكر حضرتك دكتور محمد عبد السميع عميد الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حضرتك شرفتنا ونورتنا يا دكتور. شكرا لحضرتك يا استاذه زينب والاستاذ الدكتور محمد، ربنا يبارك فيكم جميعا. الف شكر لحضرتك دكتور محمد. الله يخليك. طب نروح لدكتور محمد المهدي استاذنا الدكتور. طيب احنا دلوقتي خلاص الناس اللي بتربط بقى بين الدين وبين الحاله النفسيه لازم اروح لدكتور، ده كلام واكيد كلام دكتور محمد عبد السميع. هنستدرج بقيه اسئلتنا يا دكتور محمد لكن بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مره تانية ودكتور محمد، بقى نروح للحاله الروحيه الحاله الدينيه وعلاقتها بالحاله النفسيه. يعني الا بذكر الله تطمئن القلوب، وفي ايات قرانيه كتير وفي احاديث نبويه شريفه كمان، يعني في حاله كده المريض النفسي اوقات بيختلط عليه الامر. يعني مثلا يقول لك المؤمن لا يصاب بالاكتئاب، يعني اذا اصيب بالاكتئاب فهو كده ضعيف الايمان. عاوزين نفرق الحاله دي. دي إشكالية مهمة جدا وضروري نحن فعلا نفسرها كويس. مفيش شك أنه الإيمانيات والروحانيات والعبادات والأخلاق السليمة والسوية اللي بتصدر عن الدين الصحيح، كل دي وسائل مناعة. بتقوي صمود الإنسان أمام الملمات والنكبات والكوارث والأزمات، وتخلي عنده يعني حاله من الصلابه في مواجهه الحاجات دي. دي ما فيش فيها اي شك خالص. طب بتقلل ولا بتمنع؟ وعلى فكره ابحاث كتير اتعملت في دول وفي ثقافات مختلفه لقوا انها بتحسن مناعه الانسان النفسيه وصلابته النفسيه في مواجهه الازمات والملمات والكوارث. طيب دي قاعده ما فيش فيها شك. لكن من الناحيه الثانيه بقى في حاجه اتقالت ويمكن قالوها ناس يعني مفكرين كبار او حتى علماء كبار بس ما هماش متخصصين، قالوا انه المؤمن لا يصاب بالاكتئاب ولا يصاب بالمرض النفسي. الفكره دي مش مظبوطه. ليه بقى؟ لانه
احنا كنا بنقول في بدايه الحلقه انه المرض النفسي مرض زي اي مرض، زي السكر وزي الضغط وزي الروماتويد وزي الازمه القلبيه والصدريه والحاجات دي كلها. طيب مش المؤمن ممكن يصاب بالسكر وبالضغط ويصاب بالروماتويد ويصاب بازمات قلبيه؟ بيصاب صح، مفيش شك في ده يعني. فهل كل حد يصاب بمرض هيبقى في عنده ضعف في ايمانه او نقص في ايمانه؟ لا طبعا. المؤمن يبتلى بامراض عضويه وبامراض نفسيه، والامراض النفسيه احنا قلنا انها جزء كبير منها عضوي، في بس عضوي في المخ، فهنا بيصاب يبتلى زي اي حد. يعني ما اصاب المؤمن من هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكه يشاركوها الا كفر الله بها من خطاياه. فتقال هوت انه ممكن المؤمن يصاب بالهم والغم والحزن ودي كلها حاجات نفسيه او عوارض نفسيه يعني. انما ايه؟ المؤمن لما بيصاب ويسلم ويرضى ويدعو الله سبحانه وتعالى بالشفاء، والعبادات بتاعته والاوراد والحاجات اللي بيمارسها بتخليه عنده قدره على تحمل وطئه المرض اكتر، ويبقى فرصه تحسنه اكتر واسرع. طبعا مع الاخذ بالاسباب، لانه برضو في ناس بتقع في خطا يقول لك انا جالي اكتئاب او جالي وسواس، هدعي ربنا او هقول اوراد او هقرا بعض النصوص الدينيه. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالتداوي، وكان يداوي بكل ما تيسر في البيئه بتاعته وقتها، داوى بالحناء وداوى بالعسل وداوى بحبه البركه وداوى بعصابه الراس وداوى بالحجامه، كل الحاجات اللي كانت متاحه وقتها. ولو كان موجود بيننا الان لكان يعني هيشجع على التداوي بكل وسائل التداوي. وكان يرسل بعض الناس الى الحارث بن كنده الانصاري، وده كان ما كانش مسلم وقتها، وكان بيرسل برضه لرفايده الانصاريه، كانت زي ممرضه او معالجه كده عربيه بالاعشاب وبالحاجات دي كلها. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعالج بكل الحاجات، ويعالج بالرقيه ويعالج بالنصيحة وبالتوجيه وحاجات كتير قوي. فمحدش يقول بقى انه ايه، انه انا هعالج المرض النفسي بس بمجرد حاجات مثلا رقية او حاجات من اخليه يعني يصلي اكتر او يقرأ قرآن اكتر، يعمل ده وده هيقوي مناعته ويسرع من شفائه. بس كمان يأخذ بالاسباب النوعية، انه كل مرض دلوقتي معروف انه له علاج نوعي. يعني الوسواس مثلا معروف ان هو بيبقى فيه نقص في ماده السيروتونين في المخ، اضافه الى حاجات تانية في يعني اضطرابات في بعض المراكز في المخ، مراكز التفكير، مراكز التحكم، مراكز الانفعالات والحاجات دي. ففي خلل نوعي عايز شيء من جنسه يساعده، لانه ماده السيروتونين دي الماده اللي ايه لما الفكره تدخل وتاخد مداها خلاص تنتهي. لما ينقص سيروتونين الفكره تدور بلا نهايه، وعشان كده مبقاش قادر يخلص منها. فهنا لابد من علاج نوعي. نيجي بقى لحاجه مهمه جدا، وهي الفرق ما بين الوسواس القهري كمرض، الوسواس النفسي ووسواس النفس ووسواس الشيطان. الوسواس القهري بيجي في حاجات الشخص نفسه رافضها وعارف انها مش منطقيه وضد مبادئه وضد توجهاته، ولازم بتبقى ملحه عليه وما بيقدرش يخلص منها مهما عمل. طيب امال ايه بقى وسواس الشيطان؟ وسواس الشيطان، الشيطان بيبقى عايز الانسان يعمل اي حاجه غلط، اي حاجه ضد الدين وضد الشريعه وضد الاخلاق، اي حاجه. ما بيدققش يعني، يقول اعمل لي بس اي حاجه، بس اعمل حاجه غلط وخلاص. طب وسواس النفس؟ وسواس بس في وسواس الشيطان حاجه بقى تانية، انه من علاماتها انه الشخص مجرد ما يعني يستعيذ بالله خلاص، يعني ما بيبقاش عندها نفس الالحاح المرضي الشديد زي الوسواس القهري. والوسواس القهري بيبقى في حاجات بعينها، حاجات محددة ممكن تتغير من وقت للتاني، بس حاجات بعينها. طيب وسواس النفس، وسواس النفس بتيجي في الحاجات اللي هي من حظوظ النفس واللي مرتبطة بغرائز النفس. يعني مثلا حاجة تبع غريزة الجنس، يعمل حاجة تخص غريزة الجنس، حاجة تبع غريزة العدوان، حاجة تبع غريزة العدوان، ويبقى هو يعني مستمتع بده لأنها في هوى النفس وفي غرائز النفس، مدفوع بقى بهرمونات ومدفوع باحتياجات للنفس لازم البشرية. لها طبعا علاج، مش بالضرورة علاج طبي، لكن ايه، بتبقى وسواسة النفس ووسواسة الشيطان دي الشخص نفسه يقدر يتعامل معاها، او صحبة كويسة
في حد مرشد ليه كويس بيقول له حاجة، بيعلمه حاجة، الأسرة، المجتمع بيهذب هذه الوساوس. هو أنهي أخطر نوع؟ لكن مش عايز علاج بقى هنا، لا دوائي ولا علاج نفسي، معرفي سلوكي ولا حاجة زي الوسواس القهري. الوسواس القهري مرض محتاج علاج دوائي سلوكي، وأحيانا علاج سلوكي بس أو دوائي مع سلوكي، ده على حسب الحال، حسب شدة الحالة. طب أنهي أخطر نوع من الوسواس دي؟ الوسواس القهري ولا النفسي ولا القهري؟ طبعا القهري، القهري ده شديد جدا. وهنا لما بيحصل خلط بقى، فأما حد بيقول لمريض الوسواس القهري أنت استغفر ربنا والموضوع هيروح، يفضل يستغفر بالليل وبالنهار، فيتحول الاستغفار نفسه لفعل قهري. يعني بقى الاستغفار نفسه فعل قهري. عشان كده احنا حتى ما يجي المريض بيقول ايه، بيقول لما بيجي الافكار الوحشه اللي في دماغي دي بتاعت الوسواس بقعد بقى استغفر منها، بس ما بتروحش يا دكتور. بقعد استغفر على طول، اقول له طب يعني ما هو استجابتك بالاستغفار كانك بتثبتها انها حقيقه. هو الافضل ان هو يعتبر انه الفكره الوحشه دي مش بتاعته، دي بتاعت الوسواس، بتاعت المرض. طب الاستغفار ده مش بيقلل شويه يا دكتور؟ حضرتك قلت من شويه بيدي مناعه، بيدي القدره اللي انا بنقوله بقى يستغفر، بس مش في وقت الفكره الوسواسيه ما هي جايه له. ليه؟ لما بيستغفر وقت الفكره الوسواسيه اللي هي جايه له كانه بيثبتها، بيقول ان انا فعلا انا بسب الاله مثلا او بسب المقدسات او حاجه. فاحنا ما بنبقاش عايزين يبقى في اي استجابه للوسواس. يعني دي من ضمن مبادئ العلاج، يعني ليه وقت كمان انه يتجاهل الفكره الوسواسيه وما يديش اي استجابه ليها، وده بيضعفها. طب يتجاهلها ازاي بقى؟ في طرق للتجاهل؟ تدريب. على كده يعني بنقول له اول حاجه معرفه ان الفكره دي فكره مرضيه، لانه المريض بياخدها على انها حاجه هو مسؤول عنها، ولما بيحس ان هو مسؤول عنها زي ما الدكتور محمد عبد السميع قال ان الوسواس ممكن بعد كده يدي اكتئاب، فبيكتئب مع تكرار ده. ليه بقى؟ ان تخيلي حد ملتزم جدا ومتدين جدا، بتجيله افكار سب في 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 حاجات مقدسه جدا، ويعني مفيش اغلى من الحاجه دي عنده، ويبقى مضطر ان هو بيسب غصب عنه. فهنا بنقول له ايه؟ تعرف ان دي فكره مرضيه وانك مش مسؤول عنها، ده بيشيل عنه عبء كبير جدا جدا. يعني انا مش مسؤول عنها يا دكتور؟ يعني انت مسؤول عن كده؟ تقول يعني هتبقى مسؤول عن كده، من عليه هم كبير. انا مش انا اللي بعمل كده كبير جدا، لانه بيحس انه خرج من المله، وبيخرج من المله يعني كل يوم عشرات ومئات المرات. وفي بعضهم بيقوم يغتسل بعد ما الفكره تيجي وكانه بيجدد ايمانه، يقول لك انا بجدد ايماني. فنقول له لا، برضه ما بتعملش حاجه، لانك كانك بتثبت ان الفكره دي بتاعتك. الله. الفكره دي بتاعت الوسواس. استاذ دكتور محمد معانا على التليفون، استاذه منى. ايوه اهلا وسهلا. الو اهلا بيكي، اتفضلي. حضرتك هو انا ممكن اسال الدكتور سؤال؟ طبعا دكتور محمد معاكي. دكتور محمد، هو انا عاده يعني بحس ان انا بنسى، يعني انا ممكن ادخل اغسل ايدي 3-4 مرات واكون غسلها وادخل ثاني، ويعني بعمل كذا حاجه وانا اكون عملتها، فهل ده وسواس عادي ولا وسواس قهري؟ فمش عارفه. حاضر، في سؤال ثاني؟ شكرا. شكرا ليكي يا منى. معانا امان، اهلا وسهلا. طيب ده وسواس قهري ولا ده ايه؟ لا، مش كل النسيان هيبقى وسواس. الوسواس بيجي بشكل شك، يعني يجي ايه؟ انها بتصلي، فكل مره بتصلي هو انا صليت 3 ولا 4، وتفضل بقى متلخبطه وتدخل في صراع شديد جدا. طيب ما نحسمها وخلاص، يعني المذهب المالكي هو افضل حاجه للموسوسين بالمناسبه، وهم اللي حطوا حاجات كتير للموسوسين. ويعني من ابسط المذاهب الحقيقه في فتاوى الوسواس. فهنا في المذهب المالكي بيقولوا انه الموسوسين بالذات يبنوا على الاكثر، يعني لو هي بتشك كل مره في صلاتها، انا صليت 3 ولا 4، يبقوا 4، انا عملت الحاجه دي مرتين ولا 3، يبقوا 3، وهكذا. لكن مش مجرد ان احنا ننسى هيبقى ده وسواس. الوسواس ده له يعني محددات واضحه جدا، وكل يوم مع الشخص، وبيستهلك منه وقت كبير جدا في اعاده التاكد من الاشياء، مش بس النسيان.
معانا فاطمه على التليفون. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله، اتفضلي. بعد اذنك اسال بس الدكتور على حاجه. اتفضلي. دلوقتي انا بنتي عندها برضو زي ما الدكتور بيقول كده وسواس قهري، وبرضو سب في الذات الالهيه، وفي حتى معانا احنا كمان. بنتك كام سنه بس الاول؟ هي دلوقتي عندها 25 سنه. بس هو الموضوع ده عندها يمكن من اكتر من 10 سنين. فاحنا يعني من المده ديت كنا زمان وديناها برضو للدكتور نفسي وكده، بس المشكله ان هو يعني هو كتب لها برضو علاج، بس العلاج يعني تعبها. يعني هي كانت بتاخد مثلا العلاج تقول انا حاسه ان انا عايزه انام بس مش عارفه انام، تقول لها عايزه اخبط دماغي في الحيط. حاضر. عشان مش عارفه انام، وفي نفس الوقت يعني برضو في البيت برضو في عصبيه وفي مشاكل وكده. فالمهم ايه، احنا ساعتها بقى ما وديناهاش تاني، بس انا من حوالي شهر كده برضو عشان لقيت الموضوع زاد قوي معاها، وحتى كانت بتصلي ما بقتش تصلي، ما بقتش تعرف تقرا قران وكده. فالمهم رحنا للدكتور، دكتوره بس ايه مش دكتوره نفسانيه، يعني مش بتكتب علاج، يعني علاج بتسمع نفسي بس سلوكي. يعني علاج سلوكي بس. فخدت حوالي 3-4 جلسات كده، بس برضو يعني الدكتوره نفسها قالت لازم تروح لدكتور المخ واعصاب عشان يديها برضو علاج، بس احنا هنجرب برضو بالجلسات. فالجلسات ما جابتش نتيجه، وبرضو نفس الموضوع بيزيد. فانا دلوقتي يعني بعد كده راحت لدكتور مخ واعصاب، كتب لها علاج، بس برضو بعد كده خفنا منه، لان يعني ان هو الاثار الجانبيه بيبقى زي ادمان، وبتبقى برضو ما تقدرش تبطله وكده. فانا اسال الدكتور مش عارفه اعمل ايه. حاضر. يعني هو دكتور محمد يعني اكيد السؤال وصل بشكل كويس. حاضر يا استاذه فاطمه، هرد عليكي بشكل يعني ان شاء الله يريحك. يعني معانا دلوقتي استاذه ايمان. اهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. ايوه، ممكن اسال بس الدكتور على حاجه؟ طبعا، اتفضلي. نوطي التلفزيون بس يا ايمان لو سمحتي. ماشي، حاضر، وطيته. اتفضلي اسالي. بس يا دكتور، انا مريضه وسواس قهري، بس في العقيده، يعني في بيجي لي وسواس، اللي انا يعني مش عارفه اقولها ازاي، بيجي لي وسواس ان انا بسب يعني والكلام ده كله وكده. فرحت انا كنت باخد علاج وتعالجت وخدت جلسات وكل ده عادي، وعرفت ان الموضوع بيجي غصب عني، وبقعد اعيط وبقعد اشتكي كتير قوي لجوزي، ويعني وبقعد اقول له مش قادره اتحمل حاجه زي كده، وبقعد اعيط، وبقعد ان انا بخاف من الموضوع جدا جدا جدا، لان دي حاجه كبيره. فبشيل نفسي كل يوم عن الوقت التاني، بشيل نفسي ذنب. بس انا لما خدت الجلسه عرفت ان دي ما بتشيلش ذنب، او دي ما لهاش علاقه يعني بيا انا، دي حاجه بتيجي جوه دماغي، بس انا عمري يعني ما بقولها ببقي، يعني بتيجي في المخ من جوه كده، بتيجي بتعدي عليا بقولها، وبقعد بقول ايه يعني، انفخ اقول استغفر الله العظيم يا رب كده. فانا دلوقتي عايشه برضو بيها، بتيجي بس قليل جدا عن الاول. يعني الاول كنت مكمله على العلاج يا ايمان، ولا وقفت العلاج؟ لا، انا خلاص خدت الكورس بتاع العلاج بتاعي. اللي انا خدت الكورس بتاع العلاج بتاعي وخلصته، يعني كان لمده 9 شهور وخلصته. طبعا كنت بقطع فيه وكده، بس مع الجلسات وكده فارتحت. طبعا الحمد لله انا بصلي ومدايمه على الصلاه جدا جدا يعني. حاضر، سؤالك وصل كتير. ودكتور محمد هيرد. معانا اماني. اماني، اهلا بيكي. ايوه، اتفضلي يا فندم. حضرتك ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معاكي دكتور محمد، اتفضلي. ماشي. طيب، انا اختي زمان لها فتره تعبانه، وبعد كده هي اصلا لها اكتر من 10 سنين تعبانه، وعندها انفصام في الشخصيه بس. فهي بدات اكتئاب الاول، وبعد كده انفصام الشخصيه، فعارفين نعمل ايه، وودينا كتير يعني الاول كان عندها اكتئاب، بعد كده انفصام. كان عندها اكتئاب في الاول، وبعد قلب انفصام في الشخصيه. طب اخت حضرتك دي كام سنه دلوقتي؟ تقريبا 28 سنه. حاضر، حاضر يا اماني. دكتور محمد هيرد على حضرتك. مفيش علاج اي نتيجه معاها ولا اي حاجه. ربنا يشفيها ويعافيها باذن الله، ما تقلقيش، خير ان شاء الله. طيب، معانا هبه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا سمعت على كلام الدكتور محمد. معاكي يا حاج هبه، اتفضلي.
أنا عندي بنتي ماشية مع دكتور مخ وأعصاب. طب نوطي التلفزيون شوية يا حاج هبة لو سمحتي. ماشي. وعندها كان عندها تشتت في الأول، رحنا عشان التشتت يعني كشفنا عليها عشان التشتت. أيوه. وبعدين مشينا مع علاج المخ والأعصاب ده فترة، كنا عملنا لها بتاع ضغط كده على المخ كان عشان يشغل الذاكرة وكده، وكنا ماشيين بعلاجات وكده وكانت تمام وبقت كويسة. طب كويس. رجعت تاني مثلا لقيناها جالها حالة كده رجعت في الأرض وجسمها كله جالها اتمسك كده، وجالها حالة لما رحنا للدكتور اللي كنا ماشيين معاه دي قال لها زي حالة كهرباء كده، نسبة كهرباء على المخ. طيب عالجتوا الحالة دي ولا موقفين علاج؟ والله احنا ماشيين مع الدكتور دلوقتي اللي احنا ماشيين معاه ده من العلاج اللي هو بيديه لنا. طب في تحسن شوية، هديت شوية؟ والله هو هي ما عادش بيجي لها الحالة اللي بيجي لها دي، جت لها مرتين ما عادش جت تاني. طب الحمد لله. حاضر، أنا بشكرك. بس هي هي ماشية دلوقتي وهي ماشية كده تكلم نفسها وتبص لفوق وتعمل حركات كده تزعل، يعني مش عارفة من ايه ده بالظبط. حاضر، متلاقيش دكتور محمد هيرد على حضرتك. معانا اسئله كتير يا دكتور، يعني نروح لاستاذه فاطمه بنتها اللي عندها 25 سنه وعندها تتعامل ازاي في الحاله دي؟ هي طبعا جالها الوسواس من 10 سنين، اخذت علاج شويه، يبدو ان كان بعض اعراض جانبيه من العلاج حصلت فسابت العلاج ما كملتش. بالمناسبه انا عايز بس اوضح للناس فكره انه العلاج بتاع الوسواس ويمكن في حاجات تانية برضو بياخد وقت على ما بيشتغل، فبياخد على الاقل من 3 أسابيع لشهر على ما يبدا يبان مفعوله. في الفتره الاولانيه دي بيبقى في بعض الاعراض الجانبيه، المفروض يعني الطبيب المعالج بيقول لهم انه العلاج قد يكون له بعض الاعراض الجانبيه كذا وكذا وكذا، فعشان ايه لما تظهر ما يلاقوش، وبعد شويه بتروح، في بعضها بيروح بعد 3 أيام، بعضها بيروح بعد 4 أيام. يعني العلاج النتيجه دي طبيعيه؟ النتيجه دي طبيعيه. فممكن يبقى في بعض الاعراض، بس هي الناس من وصمه المرض النفسي ومواصمه العلاج النفسي بيبقوا يعني قلقانين جدا بسرعة من العلاج، يعني اي حاجه تظهر من العلاج يقوموا سايبينه على طول. وعين سمعت انت بقى يعني هي قالت ويمكن تكرر انه هي قالت لا العلاج ده ممكن يعمل لها ادمان وممكن يبقى يعني زي المخدرات او حاجه بالشكل ده، فايه قامت سايباه، بيبقوا مقلقين جدا من العلاج الادويه النفسيه. يعني يمكن ياخدوا اي ادويه ثانيه، مع ان الادويه الثانيه ممكن يبقى اعراض الجانبيه بتاعتها اخطر بكتير من الدواء النفسي. فوقفت العلاج وما كملتش بقى في حاجه. ف10 سنين في الوسواس بيخليه يتحول لحاله مزمنه عايزه بقى تدخل نوعي جيد. دي ثابت الصلاه كمان بعد ما كانت ملتزمه بعد ما كانت بتقرا القران ثابتها. حاجه بتحصل لموسوسين كتير من كتر ما بيعانوا في الصلاه من الدخول في النيه او من قراءه الفاتحه او من عدد الركعات ومن الخروج من الصلاه ومن مشقه الوضوء والحاجات دي كلها، يقول لك خلاص انا ما عدتش هقرب من الحته دي كلها على بعضها. وللاسف بعض ساعات بعض الاطباء ويعني يعني بلا يعني اي تقدير للمسؤوليه الدينيه يعني بيقول له خلاص ما تتعبش نفسك وما تصليش، انت مرفوع عنك القلم يعني. لا دكتور محمد قال لا، الفقهاء قالوا لا طبعا لا تسقط ابدا يعني. بالظبط كده. يعني بس هم ساعات يستسهلوا المريض او ساعات الدكتور حتى يقولوا طب ما خلاص يعني انت بتتعب في الوضوء وبتتعب في الصلاه. لا، طب ما الفقه قدم حاجات تسهيلات كبيره جدا جدا للموسوسين، يعني يقولوا ايه يعني اساتذتنا في العلوم الدينيه وفي الفقه انه الموسوسين من اصحاب الاعذار وليهم احكام مخففه في 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 حاجات كتير. يعني يقول له مثلا ايه انت الاصل في الاشياء الطهاره، الوسواس بيقول له لا الاصل في الاشياء النجاسه، فالموسوس كل حاجه نجسه الى ان يثبت العكس. الفقه ما بيقولش كده، وبالذات فقه الخاص بالموسوسين يقول له يعني اعمل اللي تقدر عليه وما تعيدش حاجه، يعني انت بتتوضى حسيت انه ما توضيتش كويس او المايه ما جاتش على الحته دي مش عارف ايه، في عفو الله ما تعيدش كمل على طول. مظبوط. ما قدرتش تقول النيه عدي للي بعدها،
وفي عفو لا بقدرتش تنطق بسم الله الرحمن الرحيم او تقدر تقرا الفاتحه، عدي للي بعدها واعتبر نفسك كانك بتصلي جماعه وامام. حتى في الصلاه وصليت ركعه اقل او زياده وانت مش فاكر، صلي على الزياده على الاكثر. بالظبط بالظبط. ويقول بقى ما تعيدش وما تخرجش من الصلاه. صح. خلاص اي حاجه بقى اصل كمان الموسوسين عندهم حاجه ما نسميها بالهلاوس الحسيه، انه الموسوسين كتير قوي يحس انه خرج منه ريح او نزل منه ميه، وفي الحقيقه ما بيكونش حصل حاجه، بس هو بيحس انها كده نوع من الاحساس الخادع او الكاذب انه خرج حاجه او نزل من كتر ما هو مركز. فالفقهاء بيقولوا له يعني في عفو الله، يعني انت خلاص اتوضيت روح كمل بقى صلاه، دخلت في الصلاه ما تطلعش منها. ففي احكام كتير جدا مخففه، لو في مثلا طرطش عليه ميه وهو مش عارف الميه دي نجسه ولا تبقى طاهره، لو هو مش فاكر هو الوضوء اتنقض ولا ما اتنقضش يقولوا له خلاص خدها على ما اتنقضش. فبيبقى فيها تخفيفات كتير في الفقه. فتلا ما توقفش الصلاه، ما توقفيش الصلاه. نيجي بقى لايه، هتسمعي في الكلام كتير انه في هبه كمان، رحنا للدكتور مخ واعصاب. الناس بتتجنب تروح للطبيب النفسي، المفروض اللي بيعالج الوسواس القهري الطبيب النفسي اكتر من طبيب المخ والاعصاب. فالناس من كتر قلقهم من كلمه طبيب نفسي بيروح لطبيب مخ واعصاب، وساعات يروح لجراحه مخ واعصاب، لجراح مخ واعصاب ومش تخصصه، يعني هو مش مفيد في الحاله دي. يعني مش تخصصه في الحاله دي. فهنا برضو ده بيعمل مشكله، انه احيانا ما بقى في حد ما هوش في التخصص قوي، فممكن ما يبقاش برضو العلاج دقيق قوي. طب ايمان بقى اللي عندها مشكله وعندها وسواس قهري بالنسبه للعقائد بقى، يعني هي حتى ما قالتش بس هو المعنى وصل، حاجه في الذات الالهيه دماغها شغاله بتقول ما بقولش، وهي بتقولها كده وهي خايفه. بس ايمان حصل حاجه كويسه، انها اولا اخذت العلاج لمده 9 شهور، دي فتره كافيه، لان الوسواس بيحتاج مده طويله شويه في العلاج. الناس بيبقوا فاكرين ان هم ياخدوا روشته تخلص في 2 3 أسبوع خلاص الوسواس كده راح. لا، ده هو هيشتغل بعد 3 أسابيع او شهر هيبدا لسه يشتغل. هي مده العلاج للوسواس القهري بتبدا من كام لكام يا دكتور؟ يعني بص بتتاخد ازاي؟ ده سؤال مهم بيسالوه المرضى دايما، العلاج هاخده قد ايه؟ بناخده لحد ما الوسواس يتكسر ويخف يضعف لاقصى درجه ممكنه، وبعدين نمشي كمان 6 شهور بعد ما يضعف خالص زي ايه؟ نوع من الضمان عشان ما يردش عليه بسرعه. 90% من المرضى الوسواس بيستجيبوا للعلاج، 90%. نسبه كبيره وعظيمه. نسبه كبيره وحاجه كويسه. لكن على المدى الطويل 20% يخفوا خالص، ومثلا 40% يروح ويجي، يعني يخف شويه ويرجع شويه، و40% يبقى ايه؟ يعني هي لا 30% هيطول شويه، يعني يبقى عايز العلاج يستمر لفترات طويله. فاحنا حسب الحاله نفسها، ده خد وخف كويس والحمد لله. ايمان بقى كمان هم قالوا لها انه هي كان بيجي لها السب في حاجات في العقيده، سب غالبا بيبقى في الذات الالهيه، في القران، في الرسل، في حاجه بالشكل ده، وبيبقى مؤذي جدا للمريض او المريضه. فهم الدكاتره قالوا لها انه انت مش مسؤوله عن ده، المرض هو اللي بيسب مش انت، وده بيريحها جدا. وخدت علاج واتحسنت لدرجه كويسه. ايه تاني فكريني؟ عندنا كمان هبه بنتها اللي جالها تشتت في البدايه، هي 28 سنه. تعالج من تشتت الانتباه وفرط الحركه، بس بدات تتكلم نفسها وتعمل حركات بعينيها ودي خلصت للسقف. وتحسنت تشتت الانتباه وفرط الحركه، قالت ان هي تحسنت منه يعني، لكن بدا يظهر عليها حاجات والدكاتره قالوا لها انه في كهرباء زياده. هنا ده يعني اضطراب جديد حدث، قد يكون حاجه اسمها اضطراب تحولي، الطفلة أو البنت ممكن تعمل حركات معينة، ساعات تبقى الحركات دي لجذب الانتباه، وساعات تكون نتيجة لمرض نفسي عايز علاج. اللي هيحدد ده الدكتور اللي بيشوف هل دي حركات لجذب الانتباه عشان تقلق أمها عليها وتخليهم يهتموا بيها ولا لا. طيب عندنا كمان أماني عندها أختها اللي هي دلوقتي أختها برضو صغيرة في السن، كان عندها اكتئاب وبعد كده قلب بانفصام في الشخصية. هو هنا دي يعني محتاجه انه حد هيشوفها كويس، ده دكتور نفسي، طبيب برضو. نفسي طبيب نفسي، هو برضو قالوا مخ واعصاب. يعني في الناس كتير ما بتفرقش ما بين التخصصين. بيقولوا بقى كهرباء زياده في المخ، دي حركات مش تبعها، اذا كانت فصام او اكتئاب فبتروح لطبيب نفسي.
ودكتور المخ والاعصاب بيعالج الحالات الشلل، امراض العضلات، امراض الاعصاب الطرفيه، جلطات الدماغ، حاجات مهمه، باركنسونيزم، حاجات. بس الحاله دي طبيب نفسي، الحاله دي بتحتاج طبيب نفسي متخصص يعني في الطب النفسي بالذات، وتصبر على العلاج. بنقول للناس دايما يا جماعه اصبروا على العلاج. ليه بقى؟ زي ما قلت لك كده في بدايه الحلقه، انه الامراض النفسيه لما الناس بتتاخر بيروحوا للطبيب والحاله تحولت لحاله مزمنه، مش عشان ان المرض كان صعب. اي مرض حتى الفصام وحتى الاكتئاب والحاجات دي اتعالج بدري هتلاقي نتيجه هايله جدا. اتاخر يبقى تحول مرض مزمن. زي ايه مرض مزمن بقى؟ هيحتاج وقت وصبر، فتصبروا شويه. تمام. دكتور احنا معانا اتصالات كتيره جدا والناس بتسالنا وبتسال حضرتك، وعايزين وعد من حضرتك، هتكون معانا الاربع اللي جاي ولا لا؟ حاضر. خلاص ده وعد، لان عاوزين نرد على الجمهور. مشاهدين مكالمات كتيره جدا، فعايزين وعد. يعني انا اسفه ان انا ما قدرتش اخد كل المكالمات، للاسف وقتنا زي ما حضرتكم شايفين احنا زودنا في الوقت، بس الوقت برضو خلص. ان شاء الله زي ما وعدنا دكتور محمد هيكون معانا الاربع اللي جاي في نفس الميعاد. انا بشكر حضرتك يا دكتور، شكرا جزيلا. حضرتك شرفتنا ونورتنا، وفعلا زي ما حضرتك قلت لي في الفاصل، الطب النفسي محتاج، والاسئله دي بالذات محتاج اكتر من حلقه. فان شاء الله يوم الاربع اللي جاي حضرتك هتكون معانا، تشرفنا وتنور ان شاء الله باذن الله. انا بس بستاذن حضراتكم، اي سؤال حضراتكم عاوزين تبعتوه ابعتوه على صفحه قناه الناس، الصفحه اللي على الفيسبوك. ان شاء الله خلاص خدنا وعد من دكتور محمد، هيكون معانا ان شاء الله الاربع اللي جاي. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على حسن المتابعه، واشوفكم على خير باذن الله.